شهر رمضان فرصتك لتحقيق ذلك. إن جسمك يستخدم مخزون السكر كطاقة، ومن ثم ينتقل إلى الدهون أثناء الصيام. قم بتقسيم الوجبات إلى 4 وجبات خفيفة مكونة من العناصر الغذائية الرئيسية، وهي كالتالي: قم باختيار منتجات الحليب قليلة الدسم، اجعل نصف كمية النشويات من الحبوب الكاملة، تناول السمك والبقوليات أكثر من اللحوم الحمراء، أكثر من تناول الخضار والفواكه الطازجة، قلل من استخدام الدهون في الطبخ، لا تعتمد على وجبتين رئيسيتين فقط، اشرب على الأقل 8 أكواب من الماء والسوائل خلال اليوم، احرص على المشي قبل الإفطار بساعة أو بعد وجبة الإفطار بساعتين، غير عاداتك تسعد بحياتك.